بالنسبة لأعراض مرضى السكري مثله مثل السكري الذي يصيب غير الحوامل، يتظاهر بالبوال وشرب الماء بشكل كثير والعطش. فهذا الثلاثي الأعراضي يوجهنا نحو مرض السكري. يجب على كل مرأة تشعر بهذه الأعراض أن تجري تحليل السكر. فإذا كان السكر لديها وهي حامل أكثر من 100 ميلي جرام نسميه سكري الحملي، بين 100 ميلي جرام لل 126 ميلي جرام. أما إذا كان أرقام عالية فهي مصابة بالسكري النظامي. والأعراض مثل ما قلنا هي البوال والسهاف والعطش. طبعا إذا استمرت بالسكري ولم تعالج السكري ستظهر لديها اختلاطات الداء السكري وهي كثيرة، منها اعتلال أعصاب السكري، منها القصور الكلوي، اعتلال كلية السكري، والإصابات القلبية واعتلال الشبكية العينية. الحمل يزيد من تأثير السكري على المرأة الحامل. لماذا؟ لأن المرأة الحامل احتياجاتها للإنسولين يكون أكثر من الاحتياجات العادية حتى تلبي استقلابات اللازمة للوليد وللحمل، وبالتالي يزيد حاجة إلى الإنسولين عند المرأة الحامل. وباعتبار أن تحطم الإنسولين في جسم المرأة يزيد في هذه الحالة، ندخل في حالة زيادة جلوكوز الدم، لأنه الجلوكوز المرأة الحامل تستفيد وتستعمل الدسم في لحاجاتها الجسمية، وتوفر الجلوكوز أي السكر لجنينها ليمتص الجنين هذا الجلوكوز الموجود في جسم المرأة. يسبب اختلاطات كثيرة بالنسبة للحوامل، لذلك يجب ضبط السكر جيد في بدء الحمل. والضبط يكون عن طريق الأنسولين، لأنه إن لم تضبط السكري فالسكري يعيق حدوث الحمل، فيعمل عقم عند المرأة. وإذا حدث الحمل تتعرض المرأة الحامل لإسقاطات متكررة، وإذا استمر الحمل ممكن أن تتعرض لولادة مبكرة، وإذا استمر الحمل فيكون الجنين كبيرا ويسبب عسرة ولادة. غالبا بسبب كبر حجم الجنين قد يؤدي إلى احتياجها لقيصرية. وإذا ولد الوليد لأم سكرية يجب إعطاه السكر فورا، لأنه يتعرض لنقص السكر فور ولادته نتيجة إفراز الأنسولين الشديد لديه. لذلك يجب إعطاه السكر وقاية من هبوط السكر عند الجنين. أن النساء في 10 إلى 25% من الحالات يصبن بارتفاع توتر شرياني والذي نسميه تسمم حملي، كما أنها يزيد من حالات الانتانات في المشيمة وفي السائل الأمنيوسي، وبعد الولادة يؤدي إلى انتانات النفاس أي الانتانات ما بعد الولادة، كما أنها يزيد من النزف عند المرأة بعد الولادة، لأن المرأة الحامل تحمل جنينا عرطلا أي جنينا ضخما بسبب استفادة الطفل من الجلوكوز يزداد حجم الجنين، وبالتالي يؤدي إلى ولادات عسرة وولادات رضية كثيرة، مما يؤدي إلى تمطط أو تمدد في الرحم، وبذلك يؤدي من أحد مشاكلها النزف بعد الولادة. يقوم بالدرجة الأساسية على الحمية الغذائية، يقوم على التمارين الرياضية. والحمية الغذائية المقصود بها الابتعاد عن السكريات السريعات الامتصاص اللي هي الموجودة في سكر الشاي والحلويات والمربيات وضيافات العيد وضيافات الأعياد والفواكه بشكل عام، جميعها حلوة غير مقبولة، وحتى العسل والتمر أيضا ممنوعين لمرضى الداء السكري. مرضى الداء السكري يجب أن يركزوا بحميتهم على النشويات التي يجب أن تشكل 60% من غذائهم، ثم 30% من البروتين و20% من الدسم. فإن لم تضبط الحمية الغذائية نلجأ عندئذ إلى الأدوية، والأدوية هي
خافضات السكر الفموية عند غير الحوامل. أما المرأة الحامل حصرا يجب أن تستخدم الأنسولين، لأن الأنسولين لا يؤثر على الحمل، أما باقي الأدوية فتسيء للحمل.